كابتن اجري حضرتك، يمكن مباراه النهارده اكيد مهمه، مباراه مهمه للطرفين، مباراه على بطوله يعني، خلاص ما بقاش في تعويض، اللي هيكسب هيفوز، وده بيمثل اكيد ضغط نفسي اكتر من المباراه السابقه. شايف مباراه النهارده ازاي يا كابتن؟ يعني مباراه النهارده تعتبر مباراه مهمه جدا في الموسم، لان بطوله السوبر ديت تعتبر اول مره تتعمل بالنظام الحالي، ممكن تكون اتعملت قبل كده في السنين اللي فاتت، بس مش بالشكل اللي احنا شايفينه المره دي. البطوله السنه دي قويه جدا، فيها نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي طلائع الجيش، نادي الاتحاد، الاربع فرق الكبار والسنه اللي فاتت. الفرق كلها مستواها عالي جدا، فيها محترفين كتير. يمكن يكون نادي الزمالك اول ماتش النهارده المحترف بتاعه يشارك، فطبعا بيدي الماتش اهميه كبيره. النادي الاهلي طبعا عايز يحقق اول بطوله ليه في الموسم السنه دي، دي اول بطوله هتخش خزنه النادي جنب طبعا البطولات الثانيه اللي النادي الاهلي مشارك فيها. اكيد كابتن احمد، يمكن اكيد يعني في رؤيه فنيه لمباراه النهارده حضرتك شايفها، خاصه ان احنا يعني اول بطوله في الموسم بيبقى اكيد عليها ضغوط، خاصه ان فريق السيدات حصد نفس البطوله دي من حوالي تقريبا 3 اسابيع. شايف مباراه النهارده ازاي يا كابتن؟ هو طبعا دي اول يعني اول بطوله اللي تحصل، ان بقى الموسم من شهر 11 كانت كلها مباريات تحصيل حاصل، كلها دوري كان 24 فرقه متقسمين على اربع مجاميع، فكان كلها بعدين عملوا 12 فرقه وبعد كده بقت 8 ولعبوا ترتيب من 1 ل 8، فكل ده كانت كلها يعني مباراه لسه الدوري تمهيدية للدوري. لكن دي طبعا دي اول مره تتعمل السوبر اربع فرق، وتعمل بنظام ان هم بيلعبوا دوري من دور واحد، وبعد كده الاول بيلعب الرابع والثاني بيلعب الثالث، فما وصلوا الاهلي والزمالك برضو للماتش النهائي. اعتقد النهارده برضو في مشكله للاهلي ان هو اللعيب المحترف بتاع الزمالك بيبقى لعيب اول مره اشوفه طبعا، فبيبقى لسه قبل ما ياخدوا والتحليل اللي بيبقى مع الكابتن ميدو، اتجاهات الضرب بتاعته، اللاعب ازاي لاعب يعني، الارسال بتاع الحاجات دي كلها، فهتاخد يمكن نص شوط مثلا لحد ما الاهلي يبتدي يقدر يتاقلم، يعرف يعرف اللاعب امكانياته. لكن الماتش اللي فات طبعا كان في تفوق ساحق قوي، اول مره نشوف ان الاهلي يكسب الزمالك بسكور عالي قوي كده يعني. صحيح. كان في طب كابتن، شايف النهارده الفرقه الحمد لله، هل في غيابات حضرتك سامع عن غيابات، سامع عن اي اصابات لا قدر الله؟ لا، الماتش اللي فات الحمد لله يعني، يمكن كان كابتن محمد مصلي وكان يعني تقريبا يعني احنا الحمد لله يمكن في 16 لاعب ممكن يقدر يلعبوا في اي وقت يعني. كابتن ميدو بيعمل توليفه بين اللعيبه، ما عندوش سته ثابتين يعني، فاي حد بينزل بيأدي بشكل رائع يعني، الحمد لله.